المعرض ده معمول بالتعاون مع بين المتحف ومنظمة اسمها Foundation of Fine and Decorative Arts. دي منظمة بلجيكية عاملينه بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأن القصة في قصة من قصص تانتان اسمها سيجار اوف ذا فارو. القصة دي برضو بتتكلم عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، على ان هو تانتان اللي هو الولد اللي بطل القصة رايح مع المستكشف اللي اكتشف المقبرة، والمستكشف ده تاه منه في المقبره، وهو ابتدى القصه ان هو بيدور عليه، بيدور عليه من خلال تريسز سايبها في وراه. المرض موجود هنا في التيوب، وفي فيلم بيعرض القصه كلها موجود على الشاشه هنا. طبعا في ناس زوار كتير زي ما حضرتك شايف كده بييجوا يقفوا يتصوروا مع الكتاب، يتفرجوا على الفيلم اللي بيتعرض، بيتفرجوا على الصور اللي معروضه من المجله، من قصص مختلفه من المجله. وده دي حاجه يعني مختلفين احنا فيها عن الفتره دي، وحطيناها برده بمناسبه الاكتشاف بتاع المقبره. Ha ha.